بسم الله الرحمن الرحيم النهارده هنتكلم على اخر جزء في الكيمستري اوف لايف او كيمستري اللي هو الاي تي بي او الادينوزين تراي فوسفيت الادينوزين تراي فوسفيت او الاي تي بي عباره عن نيوكليوتايد عباره عن نيوكليوتايد طيب الادينوزين اللي هو الاي والتي فروم تراي 3 والفي من الفوسفات يعني عباره عن ادينوزين مرتبط ب ثلاث ذرات من الايه الفوسفات ادينوزين تراي فوسفات از ا آه nucleotide ادينوزين كومبوزد اوف ريبوز اونلي ريبوز نوت deoxyribose and اند الادينين يعني انا عندي الوقت ده سكر اللي هو الايه الريبوز الخماسي مرتبط بالأدينين الادينين الاثنين مع بعض يسموهم ادينوزين If you add only one phosphate bond, now I have مونو monophosphate.

بورشن اوف ذا ما تقولش الفوسفيت ده مرتبط بالادينين لا ارتبط دايما بالفوسفيت يبقى الفوس بالريبوز شوجر يبقى عندك الريبوز شوجر في النص كده مرتبط وان سايد بالادينين والاذر سايد بالفوس 3 فوسفيت آه... جروبز يبقى انت عندك ادينوزين تراي فوسفيت وزاويه الفوسفيت يعني بدون الفوسفيت خالص كده لما يرتبط الادينين القاعدة النيتروجينية مع السكر الخماسي ده يسموه نيوكليوسايد يسموه نيوكليوسايد لما تبدأ تضيف ليه الفسفور يبقى انت بتبدأ تكون النيوكليوتايد طيب. انا عندي نيوكليو صايد او نيوكليو تايد طيب الاتي بي إز هاي انرجي موليكيول ده مركب على الطاقة ليه هو مركب على الطاقة ليه بتخزن فيه الـ الطاقة بكوز الاس تو unstable phosphate bonds are easily broken down يعني انا عندي المركب ده كده بالشكل ده اسمه ATP. الرابطه دي والرابطه دي بيبقوا unstable يعني إيه غير مستقره كان بي بروكن داون عن طريق الايه الهيدروليس ممكن تكسرها بإضافة الميه ويطلع منها لو كسرت الرابطه الاولانيه يتحول يبقى ADP ويطلع الفوسفور او الفوسفات وتطلع الايه energy used to the work and this energy used in all metabolic activities استخدمها في كل نشاطات الايه الحيويه اللي موجوده في الجسم. طب if you have excess energy لو انت عندك طاقه زياده you can store the the energy inside this bond يبقى now i store this bond or this uh, energy and form another bond i now i have atp and so on so this uh, can be broken down in this way.

ATP is a universal energy currency هو طيار الطاقه الموجوده في الخليه composed of adenosine و 3 phosphate group when the cell requires energy ATP undergoes hydrolysis حصل تحلل producing ADP and phosphorus we release energy طيب when the cell uh, has excess energy the cell uh, can rebuild uh, ATP when the energy is supplied by a to the ADP and the phosphorus. لأن يعني لو مديته بالطاقة يبدأ يخزن ال ATP. لو جسم يحتاج طاقة يكسر ال ATP ويديك ال ADP والفوسفورس وتنتج الطاقة. This energy used for metabolic activities like transport. Uh, work شغل ليه يقوم بشغل يعني زي النقل نقل جزيئات من from low concentration to high concentration and this need energy the energy source as ATP يحصل له هيدروليسيس ويديك الطاقة اللي من خلالها يقدر ينقل المكونات أو من التركيز الأقل لتركيز الأعلى أو ممكن يبقى ميكانيكال وورك تستخدم برضو الـ ATP ده في الميكانيكال وورك يبقى عندك ترانسبورت وورك أو ميكانيكال وورك ميكانيكال وورك تو يوز تو ترانسبورت الأورجانيلز انسايد السيتوبلازم فروم ذيس بارت إلى انذر بارت ذيس تراك هذا المسار موجود سيتوسكيلتون so يعني مايكرو تبيولز اند ذيس از بروتين موتور بروتين الموتور بروتين ده بروتين حركي بينقل الايه العرضيات من مكان لمكان لكن لازم ياخد طبعا ايه الاي تي بي عشان يقدر ياخد الطاقه وينقلها وحرك الايه الفيزيكال فروم ذس سايت تو انذر سايت يبقى عندك خالص احنا اتكلمنا عن الليجنز سنجلز عندك الماكرو مولكيولز اللي هي البروتينز الكربوهيدراتس الليبيدز والنيوكليك اسيد البروتينز المونمر بتاعه اللي هو الوحدات العدديه بتاع الوحديه بتاعته اللي هو الـ الـ الامينو اسيد فانكشن بقى انزيمز speed up the chemical reaction بيسرع التفاعلات structure component موجود في المصل أو في الممبرين not a source of energy emergency case طبعا حالة لما يكون في حالة وراء هتموت يبقى يبدأ يتكسر الأمينو أسيد وتديك الطاقة لكن المين سورس اوف انرجي اللي هو الكربوهيدرات زي الستارش الجلايكوجين السيلولوز وده طبعا المونومر عباره عن الجلوكوز مولكيولز وده الستارش ده الانرجي ستورج ان ذا بلانت

هو والدهون والزيوت طبعا بتتكون من الجليسرول والفاتي اسيد وده لونج تيرم انرجي ستورج ده مصدر طاقه مخزن على الامد الايه البعيد الفوسفوليبيدز برضه موجوده عباره عن جليسرول و3 فاتي اسيد فوسفيت جروب يعني بدل ما يبقى الحمض الثالث موجود بنستبدله بمجموعه فوسفات عشان كده بنقول عليه فوسفيت جروب لان ده داجليسرايد ده موجود طبعا في البلازما ممبرين ستراكشر نيوكليك اسيد في دي ان اي والار ان اي نيوكليوتايدز ويز دي اوكس شوجر لكن ده نيوكليوتايد ويز رايبوز شوجر ده هو جينيتك ماتيريال ده الجينوم بتاعك المعلومات الوراثيه المخزنه ده الار ان اي طبعا بيستخدم في البروتين synthesis والى اللقاء في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته